يبدو هنا وكأنه نبتة تنمو هو كرسي جرافيتي ستول للمصمم الهولندي يولان فاندرفيل. مكونات هذا الكرسي المغناطيسي هي وعاء من الألومنيوم وثلاثة قطع مغناطيس وكتلة من البلاستيك وبردة حديد. أما أرجل الكرسي فتتشكل بمساعدة المغناطيس. تساعد قوى الطبيعة على نشوء أشكال تفوق الخيال. تشكيل هذه الأشياء يستغرق ثواني معدودة فقط، وهو ما قد يستغرق عاما كاملا إن أردت تصميمها ببرامج حاسوب ثلاثية الأبعاد. سواء كرسي أو شمعدان، المادة تتصلب بعد 20 دقيقة، وكل قطعة فريدة من نوعها. التحضير هو الجزء الأصعب من العمل. على الأهل الاعتناء بأطفالهم حتى يكبروا، ولا بد هنا من توفير الشروط الملائمة حتى تتطور الأشياء من تلقاء نفسها. أراد يولان فاندرفيل استخدام قوى الطبيعة في مشروع تخرجه من أكاديمية تصميم في أمستردام، وهكذا نشأت فكرة جرافيتي ستول. يستلهم المصمم معظم أعماله من الطبيعة. التصميم الجيد يطلق العنان لمخيلة الإنسان، وهذا ما حصل هنا. من ينظر إلى المقعد سيفكر فورا في المادة التي صنع منها. الأشكال الغريبة تلفت النظر، وينشأ حوار شيق بينها وبين الناظر. بودي أن أصمم آلة جديدة تمكنني من صنع مناضد مثلا، لكني أريد أيضا استخدام قوى طبيعية أخرى، فليست هذه إلا بداية للعديد من طرق الإنتاج الجديدة. من خلال كرسي جرافيتي ستول حاز المصمم يولان فاندرفيل على شهرة وجوائز تصميم عديدة. ومهما كانت طبيعة مشاريعه المستقبلية، فمن المؤكد أنها ستكون مميزة.